أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن الهدف من أي تنظيم هو التسهيل على المواطن وضمان حصوله على الخدمة الحكومية في أسرع وقت وأعلى جودة في مختلف المجالات. وقال سموه: إننا ندعم كل مبادرة تسهل العمل وتسرع بخطواته وتكفل التيسير على المواطن في الحصول على الخدمية. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعدد من أفراد العائلة الملكة الكريمة والمسؤولين. وخلال اللقاء استعرض سموه مع الحضور جملة من الموضوعات ذات الصلة بالشأن المحلي، حيث شدد سموه على مساعي الحكومة المستمرة لدعم المسار التنموي ليكون قادرا على توفير البيئة المعيشية والخدمية المواتية للمواطن، مؤكدا سموه بأن التوجيهات مستمرة للجهات الحكومية بتسخير كل طاقاتها لخدمة المواطن وتلبية متطلباته ورغباته. وقال سموه: إن ما تموج به المنطقة والعالم من أحداث يجب أن نستلهم منها العبرة، ويعمل الجميع من أجل بناء الوطن عبر رؤية تدرك تحديات الواقع وتستشرف آفاق المستقبل. وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر مع الحضور إلى التطورات المتسارعة في المنطقة وما تفرضه من تحديات تتطلب إلى أن يتوازى معها تنسيق مشترك وتعاون فعال للتعامل معها. وحث سموه على ضرورة الاستفادة من الدروس والتجارب في بعض الدول والحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار، لأن تقويضهما ينسحب على كل مظاهر التنمية والحياة. جينا نهني ونبارك بعيد ميلاد كريم، لقينا الكريم متبارك وبالفرح العظيم، فرحة حفيد متخرج وشهادة تعليم، وفرحة حفيد متزوج جاله ولد سليم. فمبروك لكم سيدي والفرح الله يديم، الشيخ عيسى بن علي يستاهل كل تكريم، ووالده الشيخ علي هذا العزيز الحليم، وأخوه الشيخ سلمان دايم له نديم، أبناء الشيخ خليفة القائد العظيم.